تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن ومدير الأمن. قوات الطوارئ والدعم الأمني تواصل حملة منع التجول بالسلاح غير المرخص والدراجات والسيارات غير المرقمة. مصادر إعلامية أفادت عن انفجار هز أرجاء شحر حضرموت، مع مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من جهة مصنع الخطاف للثلج مقابل ميناء شحر، وسيارة الدفاع المدني تهرع للمكان. أخبار أولية بأن سبب الانفجار هي أنبوبة أكسجين بمصنع الثلج أدى إلى وفاة عامل وإصابة آخر، في انتظار تفاصيل أكثر. رحم الله المتوفي والشفاء للمصاب، والله يعوض صاحب الحلال خير وصلاح، وأحسن الله عزاهم في فقيدهم.